على وقع أجراس إنذار المنظمات الدولية المحذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، يبدأ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن براين زيارته لعدن في جولة أممية من المقرر لها وفقا لوكالة الأناضول أن تشمل صنعاء وربما تعز. كان أوبراين قد حذر قبل أيام من خطر المجاعة التي تهدد اليمن في ظل تعقد فرص وصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق. تتزامن الزيارة الأممية مع وصول الأزمة الإنسانية إلى حد عجز الحكومة عن استكمال دفع رواتب موظفي الحكومة، فيما ألقت هذه الأزمة ظلالها المأساوية على الحياة العامة للمواطنين. المكتب التنسيقي للأمم المتحدة قال في آخر بياناته إن ما يقارب من 17 مليون يمني يعانون من شبه انعدام للتغذية، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية غياب التمويل اللازم لوقف تدهور النظام الصحي. تقديرات المنظمة الدولية أكدت فقدان أكثر من 14 مليون شخص للخدمات الصحية وتضرر أكثر من 274 مرفقاً صحياً في ظل تضاؤل فرص الحلول الإنسانية. تأتي زيارة أوبراين مع تجمد المباحثات السياسية وحدوث تغييرات ميدانية ودولية تشير مؤشراتها الأخيرة إلى ضيق الخناق على تحالف الانقلاب.